مول دريس، هذا الدريس فيه كل الألوان، حرفيا كل الألوان، أزرق، أخضر، أصفر، أحمر، أبيض، فأنا خديت بينك. شو رأيكم؟ ثاني حاجة خديت هذا البليزر مع البنطلون. البليزر فيه أكثر من لون والبنطلون فيه أكثر من لون. خديت هذه وخديتها في لون أسود، خصوصا للناس بتشتغل، يعني بروفيشنال أوتفيت. هاد القطعة، هاد الجمال، هاد الخيال، أكتر قطعة عجبتني، جادور. عندنا القميص مع البنطلون، دونك لا شوميز افيك لو بنطلون. هذا جين باي ذا واي. فأشوف هالشيئين ضروريين في الواردروب تبع كل بنت، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، لأنه مثلا هذا الأوتفيت تحط بليزر. يلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.